الجدي. أول إشي رح نشوف بشكل عام الشغل، الدراسة، السفر وكذا، بعدين بندخل بالعلاقات العاطفية. بالنسبة للشغل، في أمر معلق، في أمر ما تأخذ فيه قرار وإنت عم تستنى على أحر من الجمر في الشغل في العمل، وعم بيتم هذا الموضوع على خير في العمل. صار في عندك شوية اللي هي انت واقف مكانك إلك فترة، فحابب كتير انك تغير بشكل كتير كبير، بتحاول حتى لو انت بنفس الشغل بتحاول تعمل تغييرات، حتى لو بديكور المكان عم بتحاول انك تغير، لكن انا بحكي لك انه التغيير في الطريق بالنسبة للناس اللي بيستنوا سفر في احتمال كبير انهم يسافروا. عم بشوف أبراج مائية وطاقة برج الثور أو العذراء. بالنسبة للناس اللي بدرسوا حبايبي، شوي في ملل من الدراسة، شوي في التهاب، يعني عم تلتهوا بأمور بلا طعمة. فمش غلط إنه من وقت للتاني إنه الواحد يغير جو، لكن ما تبعد كتير عن الدراسة لأنها هي المخرج الوحيد تبعك خلال هاي الفترة. ما حيغير نفسيتك إلا الدراسة. عم تحصل على نتيجة حلوة، لكن مش كتير اللي انت تمنيتها لأنه ضيعت وقت شوي بالفترات الماضية. برج الجدي، إذا أوراق بالعموم يعني مش سيئة، منيحة. خلينا نشوف العاطفة للعزاب. إذا في شخص جديد هذا الشهر، برج الجدي إذا للعزاب، عم بشوفك محتار في حيرة من أمرك، ما عم يعجبك يعني وضعك، عم تحكي باي باي لوضع وتروح أو لشخص. ممكن يكون في شخص أو حياة جديدة عم تستناك. لبرج الجدي، لا في ورق فيه أمل فيه، بس شخص جديد، يعني بدي إشي يأكد لي إنه في شخص جديد. شوف، في شخص عم بيحاول يحكي معاك ولكنه بيعرف طرف تاني، لكن أنت مش عارف، أو ممكن تكون عارف بس في ظلام، في غموض، يعني على الأغلب أنت مش عارف إنه هو عم بيحكي مع طرف تاني، لكن عم ببلش يحكي معاك. ممكن يكون في ارتباط، مش كتير مبين في ارتباط، لكن عم تتألق يا برج الجدي، عم تثبت وجودك، في عم بيحسوا اللي حواليك بقيمة كبيرة لإلك. في شخص بيفكر فيك لكن ما حيبادر في شيء، يعني حاولت انه اطلع من الورق بس اكثر من هيك ما عم يطلع معي. مبين كمان انه انت مجروح ولسه ما تشافيت، يمكن عشان هيك ما عم يجي هذا الشخص الجديد في حياتك، لانه الشخص الجديد شرط انه يجي لازم تطلع من الطاقة القديمة، من شخص قديم كان مؤثر في حياتك. فلما تطلع من هاي الطاقة رح يتحرك هذا الشخص ناحيتك، فحاول بالفترة الجاي انك تستغل هذا الموضوع. خلينا نشوف
متزوجين؟ لا. برج الجدي ايش ظروفهم؟ هل في مشاكل؟ هل في طلاق لا سمح الله؟ إذن لبرج الجدي الورق اللي نزل معاي رح أقرأه. إذن برج الجدي المتزوجين حبايبي، في حمل كبير عليك، أو القراءة ممكن تكون عكسية. في اللي هي مدفوعات، مبالغ مالية مطلوبة منك، فأنت بتحاول هاي الفترة إنك تغطي أو تسد هاي الديون أو قرض ممكن، فعم بيكون بالك كتير مشغول. متزوجين من هذا البرج، الأولاد عم يشغلوا بالك بشكل مش طبيعي، وكأنه عم أو واحد منهم ممكن يكون في طريق أنت مش عاجبك، فعم بتحاول إنه تسيطر على الأمور. عم بشوفك عم بتسيطر عليها. بالنسبة للشريك، الشريك كتير مشغول في المواضيع المادية، المواضيع العاطفية حاليا ما عم يفكر فيها. عم بشوف شوية بعد اللي هي المشاعر، عم بتكون شوي باردة من ناحيتكم.